كده في حب بقى، والحب ده أعلى أعلى حاجة في المعرفة، الرحمة، وينبت من الرحمة الحب. فالأساس الرحمة ولا الحب؟ لا، الأساس الرحمة. ولذلك أنزل وقال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما قالش بسم الله الحبيب الحب أبدا، ده جابها من أصلها، لأن أصل الحب عطاء، والعطاء لا يأتي إلا من رحمة، وأصل الحب الكرم، والكرم لا يتأتى إلا بالرحمة، وأصل الرحمة الرحمة. ولذلك لا تتأتى الرحمة إلا إذا كان عندك رحمة. ولذلك قرر فقال بسم الله الرحمن الرحيم، خلي بالك ما قالش بسم الله الرحمن، إنما قال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الرحمة ما تجيش إلا من الرحمة. فالرحمة هي الأساس، يتولد منها الرحمة، ويتولد منها الحب، ويتولد منها الكرم، ويتولد منها الوفاء، ويتولد منها الشهامة، وإنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. قال وإنما شرح بسم الله الرحمن الرحيم، يعني النبي عمل إيه في الدين كله؟ قعد يشرح لنا يعني إيه بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا فالقرآن مجموع في الفاتحة، والفاتحة في البسملة، والبسملة في بس، وبس في الباء، والباء في نقطتها، فهي التي كانت عندما قال الله كن فيكون. قالوا الكون كان نقطة فانفجرت فكان هذا الكون، فأصل الحكاية نقطة، منها البداية صارت فصارت خطة، فالتفت فصارت دائرة، فتكونت فصارت مثلثة فمربعة، ثم تحيزت فصارت أكوانا، نقطة. والنقطة دي إيه؟ معدومة ولا موجودة؟ ما تعرفش. أهي من ناحية معدومة لأنها لا وجود لها، ومن ناحية موجودة لأنها بها كان ما كان بتكوين الله.